مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة إن شاء الله مهارات جديدة ومربات، علشان كل اللي عايز يحتفظ بمربات فرصة إنه في دلوقتي موسم لبعض الأنواع الجميلة اللي إحنا محتاجين نحتفظ بيها. إحنا عملنا قبل كده مرحلة في المربات، أتمنى تكون نالت إعجاب حضراتكم. عملنا تين وعملنا أنواع جميلة جدا وتفاح وحاجات حلوة. النهاردة هنعمل انواع جميله، يا ريت حضراتكم تجربوها. والفكره ان انا باخد كل نوع دلوقتي اعمله لوحده، وان شاء الله هيجي حلقه من الحلقات هنقول الميكسات اللي تنفع مع بعض. يعني ينفع اعمل صنفين من فاكهه، صنفين من خضار، صنفين ايه اللي يليقوا مع بعض يطلعوا لي طعم رائع. فاحنا مش هنسيب حاجه ان شاء الله الا لما نعمل منها المطلوب. حتى القشر يعني اللي المفروض نستفيد منه هنتكلم عنه باستفاضه، بس نبدا الاول في الاساسيات ونقول النهارده احنا هنعمل ايه. طبعا بما ان في موسم البنجر نزل وجميل وطبعا متوفر الى حد كبير، عايزين نعمل منه مربى. البنجر فيه منه نسبه سكر طبيعيه طبعا، والبنجر ده الوحيد اللي ينفع نعمل منه ميكسات مع حاجتين، مع الفراوله لما تنزل في الموسم، ومع الرمان اللي احنا هنعمل منه مربى النهارده برده، لانه ليه فوائد كتير. وفي ولاد ما بتحبش تاكله، لكن ممكن تاكله مسكر وما يبقاش معروف ده ايه، ولما بنخلطه بيبقى الدنيا جميلة. اولا هو فوائده كتير، كل حد عنده أنيميا من الولاد عايزين يعوض ده في وقت قليل جدا، ادوله البنجر. اما تضربوه عصير، يتدوله مع الفراولة كمان تدعم، يتدهوله مع الرمان، يتدهوله مع البرتقال. يعني اهم حاجه انه ياخد الرمان البنجر. عايزه اقول لكم مفيد كمان جدا لمرضى القلب. البنجر ده يعني عايزه اقول لكم ايه، الناس كمان اللي بتاخده علشان تعمل دايت او بتاخد منه سلطه او تحطه، سعراته الحراريه قليله وبيساعد على ثبات الوزن كده، وان الواحد يحافظ على وزنه. مفيد للكبد، مفيد للكبد جدا، وده بينفع لكتير من الناس اللي بتدخلوا فيه اطعمه او سلطات او ياكلوه كده في الدايت. كمان لان هو غني جدا بمضادات الاكسده، وعايزه اقول لكم بيمنع الخلايا السرطانيه، فهو فوائده كتيره جدا. انا بقى عملت ايه؟ انا جبت البنجر وهو كده، جبت فرشه وغسلته تحت الميه، فرشه خاصه بالخضار. ارجو ان احنا نخصص فرشه للخضار، علشان ما ينفعش اعمل مثلا فرشه فيها سمك، فرشه فيها مش، وبعدين ارجع استخدمها في الخضار. خلاص، اولا بتنقل البكتيريا، ولازم الفرشه دي تتعقم، يعني لازم تتغلي وتوصل لمرحله تحط معاها نسبه خل او تتحط في غساله الاطباق لو عند حضراتكم غساله اطباق على الحراره العاليه. البنجر ده الناس يعني البنوتات بيبقوا صغيرين ما نحبهمش يحطوا ميك اب، فنقول ايه، ناخد شريحتين من البنجر ونحطهم على وشهم او على خدودهم، فبيدي كده لون من البينك كده جميل، اشراقه كده في خدودهم طبيعيه يعني جميله. كمان الناس اللي عندها شعر مجعد، عايزه اقول لكم بيحطوا عليه العسل وبيستخدموه للشعر المجعد، وبعدين بيغسلوه بيبقى رائع. انا عن نفسي بستخدمه مع الحنه، لان هو لونه قوي، فبيدي درجه الناس اللي بتحب الاحمر الدرجه الحمراء. وبس اهم حاجه لما تستخدموا البنجر جيبوا من عند العطار معاه قشر رمان، عشان قشر رمان بيكسر اللون شويه، طبعا مع دم الغزال. بعدين هنبقى نعمل وصفه حلوه كده للناس اللي بتحب تعمل الحنه. طيب انا عندي حله سخنتها، بصوا بقى، انا جبت البنجر ده ورحت غسلته وقشرت القشره بتاعته، وايه، وبعدين حطيت عليه شويه سكر كده. خلوا بالكم البنجر ما بيحتاجش نسبه سكر كتير، البنجر ده يعني ايه، تقدروا تعملوه بسكر دايت كمان. نقول مقاديره بقى، يلا بينا. مقادير على حسب الكميه، احنا عاملين المقادير هنا عندنا على الكيلو، عندنا كيلو بنجر مقشر، عندي عليه كوبايتين ونص سكر. خلاص، ممكن اطعم ببرتقاله او عصير ليمون، وما احطش البرتقال مفيش مشكله، هو بس بيدي تيست وطعم. الناس اللي عايزه تستخدم الجيلاتين كماده حافظه، والله احنا مش هنحتاج، بس اعرفوا ان عصير الليمون، يعني انا نفسي بعمل المربى بتقعد معايا فترات طويله، طبعا ما بتعديش بعد الست سبع شهور ما بتكونش قعدت، يعني اتبقت، بنكون بنعمل غيرها. لكن ممكن تحطوا معلقه او اتنين من الجيلي اللي بالرمان فتدعموا الطعم،
وتدعمه انه الجيلي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فليفر طعم وجيلاتين و لون، مفيش حاجة اكتر من كده، ثلاث حاجات. فممكن يبقى كمادة حافظة او كيدي قوام للمربى. طيب تعالوا بس كده، انا هاخد هنا بس نقطتين مية عشان انا هنا سخنت الفان قوي كده، هنا نقطتين بالظبط خلاص. وهاخد الكمية اللي انا حطيتها هنا من البنجر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ ننزل كمية البنجر دي. عارفين كمان ننفع بعدين لما ينزل الجزر الأحمر نخلطوه مع الجزر الأحمر، الجزر الأحمر ده كمان رائع. فهنتكلم وهنعمل كل الأصناف اللي ممكن حضراتكم تتخيلوها إن شاء الله، واللي ممكن تحتاجوها. أنا مش هرفعها من على النار حاليا، هقلب بس كده بسباتيلا، بسم الله بسم الله. بصوا حبيت أحط عشان هي أدعم الأول إن هو إيه اهو بشرته. بصوا بقى لما بتتبشر، انا هستخدم الخلاط، هسيب لكم شويه تدي قوام في نوع من الانواع دي يكون مبشور فتشوفوا القوام بتاعها، وهسيب لكم شويه يمكن نضربهم في الخلاط فيديكوا البيوري. الناس اللي بتحب تفرش الايه المربى تبقى زي السبريد كده، تبقى ناعمه، ولذلك بيتباع الانواع دي دلوقتي بره في السوبر ماركت زي ما انتم عايزين. يقول لك الانواع الناعمه والانواع اللي فيها قطع فاكهه او قطع يعني كبيرة واضحة. طيب حاضر يا روحي. انت محتاجة تتغذي فعلا يا شيماء، والله انت صعبانة عليا جدا يا حبيبتي. انا لازم اعمل لك حاجات تغذيكي والله. حطيت شوية سكر، حطيت نقطة من عصير الليمون. انا بحط الليمون في الاول، في ناس بتستنى لما المربى تغلي او يعني تبدأ تدخل في التسوية وبعدين تبدأ تضيف الليمون. انا بصراحه بحطها من الاول، وبصراحه عمري الحمد لله بفضل ربنا ما اشتكيت ان المربى اللي معموله بعصير الليمون ما كانتش كافيه واحتاجت احط جيلاتين او اي حاجه من الحاجات دي. يمكن الجيلي بنحطه بس ليدعم طعم او نبقى ايه كماده حافظه، احيانا في بعض الناس بتحب الطريقه دي. انا هبدا هنا، بصوا بدا نقعته شويه بس من كام ساعه كده، بصوا بدات الميه بتاعته هيبدا ايه ياخد الغلوه الحلوه، واول ما تبدا بقى ايه تغلي كده نبدا نظبط الدنيا مع بعض. بسم الله كده اهو بنعلي بس النار، وادي البنجر. طبعا الكيلو من الفاكهه مش كل انواع الفاكهه، يعني مثلا التين احنا ما حطيناش نص كيلو سكر، حطينا 400 جرام او 350 لان هو في نسبه سكر عاليه جدا. البلح الرطب في نسبه سكر عاليه جدا، ممكن نحط 300 جرام. في ناس ممكن تستخدم السكر دايت، مفيش مشكله، وهيديكي قوام. كل ما تهدي النار، بما انك بقى مش حاطه نسبه سكر كبيره، هتهدي النار وهتبدا الايه الفاكهه دي او الحاجه اللي احنا حاطينها بنسويها تتفاعل شويه شويه بالراحه، هتبدا تستوي معانا وهتطلع جميله ان شاء الله بفضل الله. بصوا بدا يخس ازاي اول ما بيتعرض للحراره اهو، وادي شويه الميه الصغيرين. هو بدا ينزل ميه تاني، خلوا بالكم دي ميته قبل ما نحط كمان شويه ميه صغيرين، احنا تقريبا الميه اللي حطيتها ما تكملش ربع كوبايه اهو. هنبدا بقى نسيبه كده وايه والنار هنا ايه بسم الله ايوه نعلي كده. طيب هنيجي بقى نتكلم عن كمان نوع تاني من المربات الحلو اللي هو الرمان. الرمان ده بنعمل منه حاجتين، بنعمل منه المربى وبنعمل منه المربى دي الناس اللي مش بتحب بقى الـ القلب اللي جوه الرمان الابيض ده واللون ده الفايده كلها فيه، ممكن قوي نيجي في مرحله في نص التسويه نروح ضاربينه ومصفيينه ونكمل التسويه فيبقى طالع المربى ناعمه وجميله زي ما حضراتكم عايزين. وفي ناس بتحبها حب تاكلها كده، فطبعا على حسب كل واحد وذوقه، فزي ما حضراتكم تشوفوا يعني وتفضلوا مفيش اي مشكله خالص. طيب هنيجي بقى ناخد الرمان، احنا بقى معانا راحتنا لحد اخر الحلقه مع الايه مع الفاكهه. جبت الرمان، الرمان طبعا عشان انقيه لازم اخده ايه تبقى الرمانة لونها حلو ما فيهاش تشققات، مش باهته، وطبعا تبقى يعني ما فيهاش مش طريه عشان ما يطلعش جواها ابيض او يطلع فيها مش مظبوطه. ناخد كده كيلو الرمان عليه كوبايه ونص سكر عليه عصير ليمونه،
خلاص تطلع مظبوط. انا دايما ما بحبش اعمل الحاجه بتاعتي فيها سكر زياده، فاللي بيحب السكر الزياده يضيف زي ما هو عايز، ولو ان انا طبعا مع ان ايه نقنن شويه في الايه في السكريات. بصوا بقى الرمان ليه انواع، في المنفلوطي وفي حاجه جمل تقريبا، مش عارفه يعني بيبقى شكله كده مختلف شويه، بس طبعا اسمه ناب تقريبا، الجمل ناب باين كده، مش عارفه هما ليه سموه ناب الجمل الحقيقه. بس في الحجازي طبعا، وفي البلدي، وفي الرمان الاصفر، وفي الرمان الاسود، وفي رمان تفتحه تلاقوه ابيض. يعني الناس اللي بتزرع على طريق مصر اسكندريه وكده تلاقوا ايه هدول بشويه رمان فتحته لقيناه ابيض، كله ابيض خالص، وطعمه مسكر جدا جدا جدا. فاعرفوا ان الانواع دي بتصلح قوي للمربات، تصلح قوي للحلويات. طب اللي لاذع بقى واللي طعمه فيه مزازه، ده بقى نستخدمه عصير ونعمل منه دبس الرمان. ال 4 كيلو رمان، عشان انا عملته قبل كده، ال 4 كيلو رمان طلعوا لي مثلا ايه اقول اقل من لتر، طلعوا لي لتر او 750 ملي من الدبس الرمان، لان هو طبعا بياخد كميه كبيره علشان يبقى مركز، فبيخس بيخس بيخس لحد يوصل للدرجه دي. الرمان ده مفيد للذاكره بشكل رهيب جدا، بيقوي الذاكره جدا وبيمنع الزهايمر على اللونج ران وعلى المدى البعيد. غني طبعا برضو بمضادات الاكسده، خليني بقى احط الرمان هنا بالسكر. عايزه اقول لكم مفيد للعظم وللانيميا، والناس اللي عندها التهابات في المعده بيقوي عضله القلب جدا، وبيقلل الكوليسترول الضار في الدم. حط نقطه ليمون. عايزه اقول لكم في نسبه بروتين بقى دي اللي بتساعد على حرق الدهون بشكل حلو. قشر الرمان ده بقى حكايه، نستخدمه في ايه بقى؟ عايزه اقول لكم قشر الرمان ده بناخده نجففه ونحطه نطحنه ونحط معاه عسل ونحط معاه سكر بني، ويبقى سكراب للبشره روعه، ينفع لكل انواع البشره. عايزه اقول لكم قشر الرمان ده كمان بنستخدمه في الحنات، يعني الناس اللي عايزه تدي الوان ودرجات الوان بيبقى بودره. في ناس بتستخدمه في السلطات، في ناس تحطه ميه ورد ولبن بيفتح البشره جدا. انا هنا بعلي بس النار مع حضراتكم. بصوا انا بتكلم معاكم بما ان الحلقه انا بشتغل وانا يعني ايه الحمد لله مفيش حاجات كتير ورايا بجري يمين وشمال. بسم الله نعمل كده. وهنا بقى الرمان حطيته، انا طبعا ما كنتش حاطه كل كميه السكر اللي كتبتها، حطيت كوبايه واحده، فانا ضفت المقدار الثاني، حطيتها على النار هنا قدام حضراتكم. بصوا هنا البنجر ياخد ويدي بقى مع بعضه، يبقى روعه. بصوا بقى شكله كده بدا يبقى. انا عايزه بس ايه اشيل دول من هنا، وبعدين هنتكلم عن الحاجات الجميله برضو البلح. في ناس بتحب تعمله. بصوا بقى البلح ده اصله حكايه، موضوع كده. البلح السماني او البلح الرملي، البلح الناشف عموما، مش بس احنا جايبينه ايه يا شيماء، احنا جايبين البلح البرحي الصغير ده الاصفر ده، ده مسكر قوي عشان ويعني بصوا احنا ايه هنحط عليه نسبه سكر قليله، لان ده البرحي ده ايه مسكر، فهو مش محتاج يعني نسكره. انواع بقى البلح التانية لازم تتقشر، بالذات السماني الكبير ده. وفي ناس ما بتحبش تشقه لانه بيتفتح في التسويه، فانا بجيب البتاع بتاعه الشيش الطاووق وبروح زقه من ورا كده النوايا بتاعته عشان تطلع، وبجيب حوالي ربع كيلو او 200 جرام من اللوز بحطهم في ميه سخنه اخليهم يغلوا على النار، وبعد ما يغلوا اسيبه يهدى، اشيل القشره بتاعته لوز من غير ملح من غير لوز عادي، باخده وبعدين اقطع اللوزه دي نصين بالطول واحشي البلح، او لو هي تسمح ان احنا ناخد اللوزه كامله حط اللوزه كامله. وتعالوا بقى ناخده على النار ونعمل فيه المرحله اللي احنا هنشتغلها دلوقتي. هتلاقوا القصه دي التسويه بتاعته بقى تبقى على نار هاديه لحد ما يدينا الايه القوام الحلو اللي عامل زي السيرب التقيل. احنا كده شغالين في البنجر وحطينا الرمان، وادي البنجر اهو. بصوا البنجر جميل ازاي. انا طبعا عايزه اجهز جنبكم كده وانتم شايفين البنجر، خليكم ايه زي ما انتم. هجيب انا الخلاطه اجهزه عشان انا عايزه اديله ايه جرشه كده حلوه. خليني ايه اخد اشوف بس فشته فين. احنا ايه ممكن نجهز هنا كده، وادي الرمان. بصوا حطيت الرمان،
هقول لكم بقى امتى. اما يغلي، اول ما يتفاعل السكر كده مع الفاكهه شويه ويغلي شويه حلوين، هتبدا تطلع الريم. الريم ده لازم يتشال. هنتكلم بقى عن عوامل نجاح وفشل المربى، او ازاي تبوظ مننا وازاي تفسد وازاي كده. بصوا كل ده انا مش حاطه، انا سايبه البنجر اهو، شايفين اهو. تعالوا بقى، احنا ممكن عقبال بقى ما نسيب البنجر ده ياخد وقته كده، وانا اجهز الخلاط مع حضراتكم ونبدا نظبط حاجتنا. هبدا نرجع بعد الاستراحه نبدا ناخد كده ايه البنجر ده تقليبه حلوه كده مع الخلاط، علشان انا عايزاه يبقى شويه كريمي كده ناعم، مش عايزاه خليط ايه زي ما انتم شايفين، لكن طبعا لو عايزينه كده مفيش مشكله. طيب هستسمح حضراتكم في استراحه ونرجع نستكمل مع بعض وصفات المربات اللي احنا هنعملها النهارده، في انتظاركم.